دولدة فدرالكا سوماليا هيا قلها أمان كأدرتي ورقد فافاسانوي كغاها ليسو أرماها دورشوين كدالكا دولدة فدرالكا سوماليا هيا ورقدنا أدرتي قلها أمان كهيقر مدامي دوبي وحي كغاها دا شي أرماها اسمري واقا يكتاقن حليقان دورشوين كدالكا خلافات كهريي قضب بدل ليسكوها يقاب كدولدة سوماليا يوجهيسو دولدة فدرالكا هي سوماليا هيا قلها أمان كي قرمدة ميدوبي وحيو شيكتي إن مرور بدولدة لحي سوماليا أي ديارو تهي وحكا قبشادة خلاف يدكرا يسيدي لو مارين لها دولدة لحي هيا سيدو كلا وحيكو شيكتي ورغطا لو ديري قلها أمان كي قرمدة ميدوبي وكسو بحدي وزارة داري ما هدي بده هي سوماليا إن دولدة فدرالكا سوماليا أي مر ولب ديارو تهي قود هام بوحكا قوشادة عبشوين كتاقين اي كتجرا ريما دوروشوين كدالك سيدو كلي دولد فدرالك الصومالية هيا ورقدان قولها مان كي قرام مدمي دوبيا ودرتي وحي شاكتي وحي كوشاكتي ان دولدو هاي ديارو تهي دمان بو ودا حدا لدا يدو شاكتي ني تبادن دولدو اي ميسك ودا حدا لكا ويرتوه غانك كلي امام مولادا دالك ورقدان دولد الحي سوماليا قد بدأ يكسو قادي وحاكم دها إن دولد فدرالك سوماليا إديارو تهيشيس والبهو اللغو لميني خلافات كدورة شدة إسلامر كان اللغو هرسيدة دورة شو ودر أغلا هو دل كان كالعدا وحين الشيكتي دولدو إن إديارو تهيشيس يدي تطبيه طبانك سبتمبر يليح طبانك فبرايو إيه مقدشي يبيدبو إن اللغو دل هشيو إسلامر كان دمان باريمها دورة شدة شروع الآن لغو وضو دولدة فدرالكا سوماليا أي قضبضة مهم كاي ورقدان كو حستيق إسلامر كان أودر تيق لها من كي قرام دا ميدوبي وحاكم دها إن دولدة فدرالكا سوماليا يدو أي أمد أحبنان تهي أرماها لحرير دورشوين كدالكا ورقدان وحي دولدو كو شاكتي إن أرماها دورشوين كي خلافات كي كتير أيهين كو دحيا الله سوماليا إسلامر كان سياسيين تا سوماليا دا يسكوها يان يدو كدكتي إن فرق جليل وسم أيوة هرمها لحرير دورشوين كصومالية إسلامر كان واحد دولدو كشك تاور قدن إن صومالية لم يتهي ودمضا كلا يقرأ مدى ميدو بي إسلامر كان ودم والبدو رشيدي سا إساقو مدح بنايا حيا إسان أقبالي دورين إن فرق جليل توصل وسم أيوة هرمها لحرير دورشوين كدالك ورقدن أيا سيدو كله قيبه أغو مهمسن وحاك الكمدها إن دولدة فدرالكا سوماليا سياي وحالسو تبشادة لنك أمانك دورشوينكا لغو ريكيسو قد أمانك دورشوينكا حكومة دا سوماليا رئيس الوزراء سوماليا مدني محمد حسين روبلي أيا ورقدة لغو شيغي إنك بيهان بقعانت لوغلي أرماها لحريرة أمانك دورشوينكا دالكا ولو أن لحين ورقدة رسمية أو عدينيسا إن رئيس الوزراء لغو ريكي أمانك سوغيدة دورشوينكا مدحدة دولدة فدرالكا سوماليا يوغان كما مولادا هيا وايهي دنبي قطب بدا ايسكو هايين وحا كميد ها عدة سوغا يسا اما قعانتا كو هاين يسا اما انك دورو شوين كدالكا او ما مولادا قار ايو اركيين كوا ان لايسكو هاللين كرين مدحدة دولدة ورقدان كسو بحدي هيا وحا لغو شيغا ايون لغو ريجي ريزو زارا حكومة دا فدرالكا هيا سوماليا امنيغا دورو شادا دالكا وحا سيدو كلا ورقدا سي لغو شيغا ان مروال با دولدو اي ديارو تهي سيدي wax looga qaban lahaa tabashooyinka kale ee jira isla markaana dhinacyadu ay uga wada fariisan lahaayeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamulada dalka ayaa waayihi dambe waxay isku horfadhiyeen tendo ku taala xerada ciidamada cirka Soomaaliya ee Fasiyooni waxaana gabiye hanba dawladda Soomaaliya ay dhawaan shaaca ka qaaday in kulamadaasi ay fashilmeen wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si cad waxa uu sheegay in kulamadaasi gabi ahaanba lagu kala tagay isla markaana ay fashilmeen waxa uu xilligaasi weerar afka ku qaaday hoggaamiyasha maamulada Puntland iyo Jubaland isagoo ku sheegay inay yihiin kuwo jid iyo jihadiida waxa uuna sheegay dhammaan heshiisyadii la galay in iyagu ay carqaladeeyeen isla markaana meesha ka saareen wasiirka urfaafinta maamulka Puntland oo ay garab taagnaayeen wasiirka ka tirsan maamulada Puntland iyo Jubaland oo isaguna ku hadlayay afka maamuladaasi ayaa beeniyay in shirku fashilmay waxa uu wasiirku sheegay in lagu kala maqnaa arrimaha la xiriira nasasho isla markaana la doonayo dhinacyadu inay dib isugu soo laabtaan balse warkan ka soo baxay dawladda Soomaaliya uu yahay mid carqaladeynaya hanaankii dib u heshiisiin ee dalka ka socotay
وحو سيدو كلا شاقي إن مهيما يتحي إن رنعيضو أي كوضا شقيان سيدي ماشا لوغا سار لها خلافات كهريي أرمها لحريرة دورشوين كدالك وحانا حلقا سيما مولادة بنتلاني جوبالانا الشاقين وليد ديارو يهين سي والبقو وحلو حلين ايو يفردي والبقو رنعيضو يسوغو إيمان ايان يغو ماشا كساري إن وح إسفهم واوتري وزير كروفافين تمام الكبنتلان حلقا سي وحاو سي عادو شاقي إن رنعيضو أي وايه دنبابا كاودا شقينيين أرمها لحريرة قداها إسلامر كان خلافات كوها كوتسي دمان ايا وزير كوفافين تمام الكبنتلان أي شاقين مانين تاسي أي أحايد مانين تيرين عيدو إسوكو دواي لفيلين إن لدمية قدها بخلاف كتيرة إسلامر كان ماشا لغا سارو لين عيدا إسكو هيا دولد فدرال كا سوماليا يهوغان كما مولادا أي انتبادن خلاف كودو وحاو سامين كوي شاي قبي أحامبا habsami u socodka doorashooyinka dalka iyo sidii meesha looga saari lahaa khilaafaadka xilligan hareeray isla markaana loogu guuleysan lahaa in ay noqdaan doorashooyinka dalku kuwa la isku halayn karo madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa aad uga aragtay duwan dawladda federaalka Soomaaliya xubna ka tirsan mucaaradka dalka ayaa ugu hanbaliyay maamulada Puntland iyo Jubaland in ay ka hortageen waxay ku sheegeen doorasho madaxweyne farmaajo kaliigiis wataa isla markaana uu doonayo sida isagu rabo in ay u dhacdo madaxda dawladda iyo hoggaanka maamulada ayaa hadda waxay u muuqdaan kuwo wali wajahaya hubantila aan dhanka doorashooyinka dalka beesha caalamka ayaa wali waxay wadaa isku soo dhaweynta dhinacyadan iyo sidii loogu iyo sidii culays loogu saari lahaa in markale ay ku laabtaan tendada afisiyoni isla markaana halkaasii la isku horfariisto madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamulada dalka ayaa guud ahaan bay isku diidan qaabka loo wajahayo warqadan ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u muuqata mid ay kaga jawaabayso war dhawaan golaha amniga qaramada midoobay laga sheegay ku aadanaa in dhinacyada leh codka qiyaxan ee veto-ga ay culays saarayaan madaxda Soomaalida hadii tanaasul la waayo waxaa sidoo kale warqadan loo arkaa in dawladda federaalka Soomaaliya ay uga hadlayso arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana ay qaramada midoobay golaha amniga ee qaramada midoobay u tusinaysay in iyadu ay diyaar u tahay wax walba oo horay loogu socon karo isla markaana waxa dawladda federaalka Soomaaliya warqadan ka soo baxday ay ku cadeysay in gabi ahaanba meelaha khilaafku ka jiray dawladdu ay isku dayday in waxay ka qabato waxana meelahaasi sida la sheegay kamida arrimaha la xiriira doorashooyinka sugidda amaanka heshiisada la gaaray waxa sidoo kale warqadan golaha amaanka oo ahayd mid dawladda federaalka Soomaaliya ay kaga codsanayso in laga daayo faragelinta arrimaha gudaha isla markaana waxa uu sheegtay in mar walba iyagu ay diyaar u yihiin in ay dhameeyaan khilaafaadka jira ee hareeray arrimaha doorashooyinka dalka.